المطلوب من الميكانيكال فنتليتور ان هو يحقق مجموعه حاجه بنسميها الفنتليتور ويف فورمز. بيبقى في عندي شكل معين للبريشر، شكل معين للفوليوم، شكل معين للفلو، وبيسكلي هو ده بيبقى مطلوب من الفنتليشن موديل اللي الطبيب يعني وصفه للمريض، ومفروض الجهاز بيحقق الويف فورمز دي بحيث ان هو يؤدي الفانكشن ده. ممكن احنا نفرق في الاوبريشن يعني بيسكلي عن طريق ان احنا نحدد الكنترول فاريبل اللي احنا بنستعمله عباره عن ايه. في عندنا تو كنترول فاريبلز اساسيين جدا، هم البريشر كنترول والفوليوم كنترول. في البريشر كنترول بيسكلي احنا بنست بريشر معين، والبريشر ده بيبقى محدد من الطبيب. البريشر ده بيبقى موجود عند الهواء اللي رايح للمريض، وبناء عليه بيتحدد الفلو ريت. الفلو ريت طبعا بيبقى معتمد على شكل البريشر عامل ازاي، وطبعا الفوليوم بيبقى عباره عن الانتجريشن بتاع الفلو ريت. فلو احنا حطينا البريشر كنترول بيبقى عندنا البريشر سيت بفاليو محدده من اليوزر، عكس كده الفوليوم كنترول بيبقى فيه عندنا اكشوري طبعا اللي بيتحكم في الفوليوم هي الفلو ريت، فبنحط فلو ريت ثابت وبالتالي الفوليوم بيبتدي يزيد شويه بشويه. الفوليوم ده بنتكلم على الفوليوم اللي هو الهواء اللي موجود داخل الرئتين، فبالتالي الحاجه اللي احنا بنتحكم فيها هنا هي الفلو ريت، بنخليه ثابت، وبقيه الويف فورمز بعد كده تتحدد حسب الحاجه اللي انا دخلتها ككنترول فاريبل. طبعا احنا ممكن نرجع للالكتريكال انالوجي. الالكتريكال انالوجي بيسكلي بيبقى في عندنا الاير واي بتاع البيشنت ممكن ان احنا نمثله كريزيستنس، وطبعا اللانجز ممكن نمثلها ككاباسيتنس بتمثل الكومبلاينس بتاعت اللانجز. بيبقى في عندنا وضعين، لو انا بتكلم على بريشر كنترول يبقى معنى كده الباور سورس عندي هنا هيبقى عباره عن بطاريه فيها لها فولتج معين، والفولتج ده ثابت احنا بنحدده. وفي حاله الانسبيريشن بيبقى بيسكلي عندي سيركت بالشكل ده كده. فزي ما احنا شايفين لو احنا بنفكر في عندنا الحاجه اللي موجوده عندنا هنا دي يعني دايره عملنا لها اون، يعني عملنا البوزيشن بتاع السويتش ده بقى في وضع ايه ات تايم زيرو، اللي هيحصل ان احنا عندنا طبعا الفولتج ثابت، ولكن الكرنت اللي هو بيمثل لنا الفلو ريت بيبتدي بعد كده ينزل شويه بشويه، لان هنا في الاول خالص الكاباسيتور ده مش مشحون. معنى كده الفولتج ديفرنس او البوتنشال ديفرنس بين النقطتين دول بيبقى هو نفسه البطاريه دي، وبالتالي الكرنت بيبقى ماكسيمم، وكل ما الكاباسيتور ده بيشحن بيبقى فرق الجهد اللي موجود عندنا على الريزيستنس دي بيقل، فبالتالي الكرنت بيقل بشكل بيبقى اكسبوننشال بالشكل ده. لو عملنا انتجريشن لده يدينا ده. فبالتالي زي ما احنا شايفين كده الدايره دي لو احنا شفنا الويف فورمز بتاعتها، لو شفنا ان احنا حطينا البريشر ده او اللي حطينا الفولتج ده كشكل حاجه ثابته بالشكل ده كده، احنا بيسكلي بنحدد تماما الفوليوم والفلو اللي هيحصلوا نتيجه للبريشر ده. احنا في الاخر هدفنا ان احنا نملى اللنج بالهواء او نخلي الكاباسيتور ده يبقى مشحون بنفس الفولتج اللي موجود هنا، يعني بيسكلي تبقى بيسكلي حاطين عليه تشارجز، والتشارجز زي ما احنا قلنا يعني في الالكتريكال انالوجي هي بتمثل الانتجريشن بتاع الفلو اللي هو نفس الفوليوم. فمعنى كده التشارج وانس الكاباسيتور ده بقى فولي تشارج يبقى معنى كده اللانجز بقت فولي اكستندد. الوضع في الفوليوم كنترول مختلف، بدل ما بيبقى فيه عندنا فولتج سورس بيبقى فيه عندنا كارنت سورس. طبعا كارنت سورس ده بيمثل ان انا عندي فلو ريت ثابت، وبالتالي بيبقى عندي نفس الوضع بتاع شحن الكاباسيتور ده بس من خلال كارنت سورس. طبعا كون ان بيبقى في عندي كرنت ثابت هنا بيحصل ان الجزء اللي هو له علاقه بال اللي هو الفوليوم بيبقى انتجريشن بتاع ثابت، يبقى معنى كده بيطلع شكله لينير، يعني بيتملي بريد ثابت بدل ما كان هنا بيتملي بشكل غير يعني بشكل مختلف شويه، بشكل بيبقى اكسبوننشال جروث، فبالتالي بنقدر نشحن الكباسيتور بس بطريقه مختلفه شويه. في كل الاحوال في جزء الاكسبيريشن، جزء الاكسبيريشن بيبقى باسيف، يعني بمعنى بيحصل من غير اي افورت خالص، مجرد ان الحاجه الشحن اللي موجود عندي على الكاباستور دوت بيفرغ في الريزيستنس اللي هي الاير واي. يعني وانس ان بيبقى في عندي هنا كاباستور مشحون او عندي لانج اكستندد، هي لو انا ما حطيتش اي سورس اوف بريشر خالص هي اوتوماتيكلي هتفرغ اللي فيها في الاير واي ده بحيث انها ترجع تاني للوضع الاساسي بتاعها. هنا يعني نفس الكلام بيحصل في الاثنين واحد.
بس هنا بتكلم لما يكون في عندي بريشر كنترول اكني بحط سورس عباره عن فولتج سورس او بريشر سورس، بالنسبه للفوليوم كنترول بحط كارنت سورس او بحط فلو سورس. فطبعا احنا مهمتنا في الديزاين بتاع الفنتيليتور ان احنا بيسكلي بنحاول ان احنا ناخد الديزاين الاساسي اللي هو الهاردوير بتاع الفنتيليتور اللي هو مكون من اكتويترز وسنسورز ومايكرو بروسيسور، وفي الاخر بنبني بيها دايره كنترول عشان تتحكم لنا في الويف فورمز اللي طالعه من الجهاز رايحه للبيشنت عشان تؤدي الفانكشن بتاعها.